وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من موسكو دكتور محمود الأفندي الباحث في الشؤون الروسية. أهلا بحضرتك. يعني منذ قليل كان هناك مؤتمرا صحفي للمتحدثة باسم الخارجية الروسية، تحدثت فيه عن حجم الدعم المادي والعسكري المقدم من واشنطن، وتحدثت عن أيضا مد واشنطن بذخائر العنقودية لكييف. ما تعليقك على ذلك؟ أول شيء سعد أوقاتك سيدتي الكريمة والإخوة المشاهدين. طبعا يعني وليس تعليق ولكن هي واقع أن الحرب الدائرة في أوكرانيا هي حرب الوكالة بين حلف الناتو أو بين الولايات المتحدة الأمريكية. دعنا نقول حلف الناتو، فالولايات المتحدة الأمريكية هي القرار الأساسي لها، وهي عن طريق حلف الناتو تحتل أوروبا عسكريا، وتكلم عن عسكريا بالإضافة إلى اقتصادية وسياسية. يعني الحرب الوكالة هي عن طريق الجيش الأوكراني حتى آخر جندي أوكراني، هذا أصبح شيء واضحا. فاستمرار المساعدات العسكرية وخصوصا أسلحة محرمة دوليا الاقتراب منها، لماذا؟ يعني كما يقول يعني سبب أقبح من عذر تقريبا، يعني عذر أقبح من ذنب، عندما يقولون أن الغزارة العنقودية نعطيها لأوكرانيا ليس لدينا أسلحة أخرى الآن، فهذا السلاح فقط لفترة مؤقتة حتى ننتج ذخيرة. يعني هذا القرار أن الولايات المتحدة الأمريكية مستمرة حتى إنهاء الجيش الأوكراني بشكل كامل. عندما ينتهي الجيش الأوكراني بشكل كامل سيزج بجيوش أخرى، وهنا أقصد بجيوش أوروبا الشرقية، بولندا، رومانيا، بلغاريا، وهي تعتبر بالنسبة لأمريكا أو لأوروبا من النخب الثاني، وأصلا ضموا إلى حلف الناتو لإضعاف روسيا. يعني كل الدول اللي كانوا بحلف وارسو سابقا ضموا إلى حلف الناتو فقط لمواجهة روسيا وليس لسبب آخر، فهم يستهلكوهم. لذلك زخارفا أكدت فيها أن الدعم العسكري اللامحدود من قبل الولايات المتحدة الأمريكية سيزيد من الأزمة في أوكرانيا، بالإضافة إلى ما يسمى احتمالات مواجهة مباشرة يمكن أن تحصل بين حين وآخر، نتيجة أخطاء أو نتيجة عدم دراسة الأسلحة أو نوع الأسلحة التي ستساعد فيها أوكرانيا الولايات المتحدة الأمريكية. نعم، يعني ماريا زخارفا. تفضل 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 أكمل لو سمحت. يعني ماريا زخارفا المقصود بهذا الكلام أن الولايات المتحدة الأمريكية هو قرارها نهائي المحاربة حتى آخر جندي أوكراني. بعد نهاية عندما نهاية آخر جندي أوكراني سنتكلم بها الجيوش القادمة. هذا ما تقصده زخارفا. نعم، وما الذي يعني تصعيد أوكرانيا لهجمتها لتصل إلى موسكو والقرم كما أيضا قالت زخارفا؟ هو ليس تصعيد، هو عبارة عن تصعيد علمي فقط. يعني خلينا نكون واقعيين، المطلوب من الحكومة الأوكرانية أو ما يسمى النظام الأوكراني الموجود والذي تابع الولايات المتحدة الأمريكية والقرار من واشنطن كما تعلم، المطالبين بإعطاء نتائج في العملية المعاكسة. فيجب رفع السقف، أي نتيجة جيدة بالنسبة للجيش الأوكراني يمكن على أساسها الولايات المتحدة الأمريكية أن تبيعها للغرب لاستمرار دعم أوكرانيا. لأن نعلم جيدا أن الدول الأوروبية صحيح هي تحت قيادة الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن هناك مجتمعات مدنية تملبل وتقول لماذا نساعد أوكرانيا وهي لا تقدم أي نتائج على الساحة العسكرية. فهذا سنزيد من الأزمة أو سنزيد من أزمة الشعب الأوكراني. لذلك يجب أن نقترح ما يسمى المفاوضات أو جلوس المفاوضات لإنهاء هذه الأزمة. ولكن أمريكا تطلب من أوكرانيا بشكل من الأشكال حتى عن طريق يعني دم الجيش الأوكراني إعطاء نتائج. لذلك يقول يطلقون الشعارات سندخل القرم سندمر جسر القرم، أي شيء معين حتى بالتصاريح الإعلامية. يجب أن يكون دائما النظام الأوكراني متوازي مع مطالب الغرب أو مطالب الولايات المتحدة الأمريكية حتى لا يقولوا. يعني حتى رأينا التضارب التصريحات الأمريكية، ساعة يقول رئيس المخابرات الأمريكية يقول لنا أن الجيش الأوكراني غير قادر على التقدم ونحن نعلم ذلك، يخرج توني بليكن وزير الخارجية الأمريكي ويقول لا الجيش الأوكراني قادر ونحن سندعمه بالسلاح. يعني حتى هذا التضارب حتى ضمن الولايات المتحدة الأمريكية يعني أن النظام الأوكراني في مأزق ويحاول أن يعطي أي شيء حتى لو إعلامي. لذلك نرى التقدمات. يعني أول مرة في حياتي أنا كمتابع لعمليات عسكرية أحد يذكر أن تقدمنا 2 كيلو، تقدمنا نصف كيلو، تقدمنا 100 متر. هذه ليست نتائج عسكرية، هناك بالجبهة مناطق رمادية تتقدم. ولماذا يلجؤون ولمثل هذه الأساليب؟ لإرضاء الغرب، لأن يعني الغرب يريد نتائج فيقدموا له. نحن تقدمنا 100 كيلومتر 10 كيلومتر، تقدمنا 5 كيلومتر، تقدمنا 400 متر فقط لإرضاء الغرب. يعني لإرضاء الغرب، ولكن فعليا ليس هناك أي تقدم. يعني على سبيل المثال يقولون البارحة في تقرير وزارة الدفاع الأوكرانية تقول أن مدينة باخمت أصبحت محاصرة،
طب انظر الى الخريطه، حتى الخريطه الان موجوده امامنا كلياتها، نرى ان مدينه باخمت مستحيل ان تكون محاصره الا اذا قوات الاوكرانيه سيطرت على مدينه سوليدار. يعني كل هذه التقارير واضحه ان لارضاء الغرب، لذلك تظهر هذه التقارير المتضاربه نوعا ما فقط لارضاء الولايات المتحده الامريكيه ولارضاء الغرب. يعني هذا امر مهم جدا، يجب اعطاء نتائج معينه بالاضافه الى رفع المعنويات. وهناك يعني انا الباليتيكو، صحيفه الباليتيكو وايضا معهد الدراسات الحروب في واشنطن اكد ان فعليا هناك امر مهم جدا، هناك نقص في المعنويات في الجيش الاوكراني لعدم تحقيق اي نتائج. يمكن ان تكون هذه الاعلانات العسكريه عن ما يسمى رفع المعنويات، بالاضافه الى التقارير التي ليست لها اي معنى. يقولون هناك كان ضربات صاروخيه على مدينه نيكولايف، قالوا اسقط يعني كل الطائرات المسيره التي هاجمت نيكولايف، والانفجارات موجوده على الفيديو حتى من الطرف الروماني صوروا الانفجارات على بعد 500 متر من الحدود الرومانيه في موانئ نهر الدوناي او الدانوب. يعني كيف نقول ان اسقطت كل الطائرات والمناطق تتفجر؟ هذه التقارير يعني نعلم جيدا هذه التقارير تدخل ضمن الحرب الاعلاميه وضمن ما يسمى التجاره بالاسلحه. يعني خلينا نكون واقعيين، دوله لما بتحارب بغير اسلحتها وتعتمد باقتصادها فقط على الغرب، هي بحاجه لتقديم تقرير يرضي هذا الطرف الاخر. فيجب تقديم اي نوع من انواع التقارير، اي نوع من انواع الانتصارات حتى يعني يحصل اوكرانيا او يتم يحصل اوكرانيا على مساعدات. لذلك نرى كل هذه التخبطات، ولكن الجبهه العسكريه الان هي لا زالت على هناك تقدم اوكراني، عفوا تقدم روسي في طرف خاركوف فقط، ليس هناك اي شيء تقدم، هناك اليات عسكريه في الطريق، هناك يعني عدد هائل من الجيش الاوكراني يقتل. لماذا كل هذا الشيء؟ حتى اوكرانيا نفسها الان او الشعب الاوكراني لا يعلم لماذا كل هذه المغامره بالجيش الاوكراني. ولكن كما قلت في ذلك اللقاء هو قتال حتى نهايه الجيش الاوكراني، هذا قرار الولايات المتحده. نعم، اشكرك من موسكو دكتور محمود الافندي الباحث في الشؤون الروسيه، شكرا جزيلا.